مختصرين المسافة وكأنهم لم يغادروا أرض فلسطين. وطئت أقدام الفدائيين أرض الشهداء في ودية تاريخية احتضنها ملعب الخامس جويلية، واحتفت الجماهير الجزائرية الحاضرة بالأشقاء في صورة تعكس عشق الجزائري لكل ما هو فلسطيني. نرحبوا بالمنتخب الفلسطيني، نرحبوا بخاوتنا راهم في بلادهم الدوزيام. حنا ما ناش مأمنين باللي راهم هنا بيناتنا، وان شاء الله ان شاء الله ثاني مملكي بتاعنا ان شاء الله ثاني يروحوا ان شاء الله يلعبوا في رام الله، وان شاء الله يلعبوا في القدس ماشي غير في رام الله. شعور رائع جدا، هو شعور بين بلدين اشقاين احباب، خوة اللي جابتنا اليوم لخمسة جويلة هي غير المشاعر الحلوة والاخوة الحلوة. المباراة الحلوة هو عبارة عن عرس فلسطيني جزائري. لم يسبق في التاريخ أن ساند جمهور منتخبا منافسا لمنتخب بلده، غير أن هذا يحدث فقط في الجزائر وفقط من أجل فلسطين. حتى وإن عرفت المواجهة فوز منتخب فلسطين بهدف دون رد، إلا أن الفائز الأكبر كانت الروح الرياضية التي ميزت لقاء الإخوة بعد طول الانتظار. بون ماتش تاع اليوم كيما شفتوا، اون افي ان بون بريستاسيون مع لا باليستين، ربحونا مبروك عليهم وان شاء الله نريحوا خاوة سوليدر هكذا ان شاء الله يا رب. مباراة تحضيرية قمنا بها امام منتخب الشقيق الفلسطيني، اللي مباراة اللي جرت في روح رياضية عالية. صحيح، جماهير جزائرية جماهير رائعة اثبتت اليوم كدي حبها لفلسطين للقضية الفلسطينية. شفنا كدي الجماهير شجعتنا وساندتنا في المباراة، نوجه لها الشكر ونأكد لهم انه احنا برضه بنحب الجزائر وشعب الجزائر، ان شاء الله نضلهم معنا بالقضية الفلسطينية. مباراة تاريخية، احنا لعبنا ضد منتخب الجزائر، منتخب قوي يمتلك لاعبين على مستوى عالي، ولعبنا تحت جماهير يعني 100,000 متفرج. بصراحة جماهير تشجع ضد منتخبها بصراحة هذا شيء رهيب، الا كلاعبين وكمنتخب فلسطيني هذا اعطانا دافع قوي ان احنا نقدم مستوى جيد في المباراة، والحمد لله حققنا الفوز. بعيدا عن الأداء والنتيجة، فإن المباراة التاريخية بين الجزائر وفلسطين ستظل أجمل ذكرى بين منتخبين بعدت بينهما الجغرافيا ووحدتهم الرياضة، اليوم على أرضية ملعب الخامس جويلية. حسين مصالح، بي إن سبورتس، الجزائر.